أكثر أهل ذلك الزمان ويظنون جعفر بن بيجي الحديث على سلوك المسلم في رمضان ونسي حكاية الزلزال وأكثر ذنوب بني آدم ألسنتهم ويمكن باللسان أن تشن الحروب وتسيل الدماء فلذلك الله أكبر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا إنه زلزال اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول إنه زلزال في مزيكا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم احفظنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم